قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه يأمل أن يفهم نظام رئيس السوري بشار الأسد رسالة المواجهة من وراء الضربة الغربية الأخيرة على سوريا. الفرنسيون والبريطانيون والولايات المتحدة حلفاء وأعضاء في حلف شمال الأطلنطي، ونعمل معا للحفاظ على استمرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ولهذا السبب كنا معا ولم نبحث عن أسباب مشتركة، لأن بيننا أرضية مشتركة، وفعلنا ما رأيناه صوابا بموجب القانون الدولي وطبقا لقوانين بلادنا الثلاثة. وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت لنظام الأسد هذه المرة.